يقول هل وساق في الله السلفي أم قطبي هل يعتبر مجاهدا أم خاريا؟ أفتى العلماء بالله شيخ بن باز في مجموع الفتاوى بفتوى مسجلة بصوته رحمه الله تعالى موجودة على الإنترنت، وشيخ الغديان برضه عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رحمهم الله، أكتب أن هذا رجل مبتدع وهو ضال ومضل وقد خرب بالإسلام كثيرا وخرب المسلمين كثيرا، وهذه الأعمال التي يفعلونها ما يسمى بتنظيم القاعدة وداعش والخوارج والسرورية والتكفيرين والتكفير والهجرة، هذه كلها مسميات لشيء واحد وهم خوارج. هذه الأعمال التي يعملونها من التفجيرات والتقتيل للمسلمين وسبي المسلمات وبيعهن في الأسواق وفي أسواق النخاسة وتكفيرهم للحكام وتفجيرهم وخروجهم على الحكام المسلمين مهما ظلموا، هذا كله باطل بل من أبطل الباطل، ودليل واضح على أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة وإنما هم من أهل البدعة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها منهم إلا واحدة قيل من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهؤلاء أتباع منهج سيطق هو منهج باطل يقول فيه بخلق القرآن بمنهجه ويسب الأنبياء كسبه لنبي الله موسى في كتابه التصوير الفني في القرآن وكتابه ظلال القرآن وسبه لنبي الله سليمان ونبي الله داود في كتاب التصوير الفني وكتابه ظلال القرآن وسبه للصحابة رضوان الله عليهم كسبه لعثمان بن عفان وسبه لمعاوية وسبه لأبي سفيان وسبه لعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، فمنهجه باطل، هذا الرجل منهجه خطير، وهو الذي دعا الناس إلى التكفير وإلى التفجير وإلى التقتيل. هذا المدعو سيقض وكتبه تشهد عليه موجودا الآن في الأسواق، كتاب ظلال القرآن، كتاب تعالف الطريق، كتاب لماذا أعدموني، كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام والمصير الفاسد في القرآن، غيرها من الكتب الباطلة التي لا يجوز لمسلم أن يقرأ.